خلينا نشوف هذا التقرير عن بانوراما الجولة العاشرة. اختتم الثلث الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 7 مواجهات في الجولة العاشرة. شهد الثلث الأول 76 مباراة من أصل 80 مباراة كان من المفترض إقامتها، وتم تأجيل 4 مواجهات بسبب الارتباطات الخارجية للمنتخبات والأندية السعودية. أكد ضمك تفوقه وتميزه ونجح في تعزيز صدارته بفوز مستحق على الاتفاق بهدف وحيد. نتمنى نحن ضمك يكون علامة فارقة الموسم هذا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله أن الجميع يكون راضي عن العمل والنتائج الإيجابية اللي جالس يقدمها نادي ضمك. في بريدة قاد المهاجم الكاميروني توامبا فريقه التعاون لتحقيق أول فوز في النسخة الحالية، حين سجل هدفين هز بهما شباك أبها. يعني كأنه صار عندنا شيء زي العقدة، احنا من العام تقريبا ما فزنا، فكنا محتاجين هذا الفوز ونقول يا رب انه بداية سكة الانتصارات وعدم توقف الانتصارات ان شاء الله. حافظت جميع الفرق الفائزة في الجولة العاشرة على نظافة شباكها، في المقابل انتهت مواجهتين بنتيجة التعادل 1-1. يمتلك ضمك أطول سلسلة حالية مستمرة من عدم الخسارة في النسخة الحالية، ففي 9 مباريات حقق 6 انتصارات و3 تعادلات بعد خسارة الافتتاح أمام النصر. نحاول نركز أكثر مع فريقي، هحاول أحلل أداء فريقي في المباراة السابقة عشان نحسن نقاط الضعف ونظهر بصورة أفضل وكفريق أفضل في المباراة القادمة إن شاء الله. الفيحاء يواصل تألقه للمباراة 7 على التوالي بلا خسارة على أرضه بعد تعادله الأخير مع ضيفه النصر. نقطة أهم شيء رجع مستوى الفيحاء، مباراة الباطن ما كنا راضين على المستوى، لكن الحمد لله اليوم قدموا مستوى ما تهم النتيجة، النتيجة في علم الغيب، لكن الحمد لله اليوم قدموا مستوى يليق بالنادي. شهدت الجولة العاشرة ظهور التعادل لأول مرة في نتائج النصر في النسخة الحالية، ولعب الفريق الأصفر 8 مباريات فاز في 4 وخسر 3 وحضر التعادل الوحيد في هذه الجولة أمام الفيحاء. وصل النيجيري إيجالو مهاجم الشباب صدارة هداف المسابقة عندما سجل هدفا من أهداف فريقه 3 في مرمى الطائي ليرفع رصيده إلى 9 أهداف. أنيقا يلعب ركلة الزاوية، اللعبة بالرأس، محاولة شهدت الجولة العاشرة انخفاضا واضحا في المعدل التهديفي، حيث تم تسجيل 12 هدفا فقط خلال 7 مواجهات جرت بعد تأجيل لقاء الفتح والفيصلي. أظهرت الكاميرات التلفزيونية انفعال جوستافو كويلار لاعب الهلال بشدة وهو على دكة البدلاء عقب استبداله خلال مباراة فريقه ضد الأهلي. أوضح كويلار أنه كان غاضبا بسبب معدلة الأهلي للنتيجة وليس اعتراضا على استبداله. تقدمت إدارة الهلال باحتجاج لدى اتحاد الكرة على مشاركة حمدي النجاز لاعب الأهلي في مباراة الفريقين. يعتقد الهلال بعدم قانونية مشاركة النجاز، ولم يكن احتجاج الهلال هو الأول على مشاركة اللاعب التونسي، إذ سبقه في الشكوى الطائي قبل أن يرفض اتحاد الكرة الاحتجاج.